إذا نزل بك ما يخيفك وما يشغلك وما يشوش ذهنك وما يغم قلبك، دارت عينك يمنة ويسرة، تبحث عن الكبراء وتغفل عن الأكبر. أنت تقول الله أكبر فاقصده لحاجتك هو سبحانه. إذا كنت تعتمد على إنسان فتركك فاقصد من لا يتركك، هذا الأكبر وهو شارع لك بابه ولم يسدل عليك حجابه ولا أغلظ دونك بوابه. ما هذا لك وطاء وفتح لك بابه وناداك، عندك الحاجة أقبل، هل من داع، هل من مستغفرين، هل من كذا، هل من ومهما كان لك من الحوائج